السائل يقول: هل يؤخذ مما مر معنا من النهي عن زيارة جبل الطور وشد الرحل له النهي عن زيارة الآثار والأماكن السياحية المتعلقة بالتاريخ؟ ما هو طيب يعني الآثار اللي يطلعوا علينا وصاروا يعني ينوهون فيها، هذه وسيلة إلى الغلو فيها، وهذا بيت فلان وهذا قبر فلان، وهذا ما يجوز هذا الشيء، ما فيها آثار تزار وتحيا أبدا. نعم.